السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. النهاردة هنعمل خلية النحل بالجبنة، والفيديو ده مطلوب مني مخصوص عشان كده أنا عملته علشان الناس اللي طلبوه. طبعا الطريقة سهلة جدا بس فيها شوية خطوات هي اللي بتفرق معانا في الاخر في النتيجة في الطعم، وكمان اهم حاجة في العجين طبعا ان هي تبقى طرية وهشة وتفضل معايا طرية حتى لو باتت لتاني يوم او قعدت معانا كذا يوم، تبقى طرية وهشة زي كأننا لسه عاملينها. ليه اسمها خلية نحل؟ عشان بعد ما بنكورها وبنحطها في الصينية وبتبقى بتنفش شوية وبتخمر تاني فبتلزق في بعض وتبقى شكلها شبه خلية النحل فعلا، فعشان كده سموها خلية نحل. الوصفة دي ممكن نعملها حلو، ممكن نعملها حادق، انا حشيتها جبنة، ممكن تحشيها شوكولاتة مكعبات كده، تقطعي مكعبات شوكولاتة وتحشيها والشوكولاتة تسيح جواها بتبقى حلوة جدا، لان العجينة بتاعتها مرنة ومش هي حادقة وكمان مش مسكرة يعني مظبوطة. ممكن نعملها حلو او حادق. تابعوا بقى الفيديو للاخر علشان تشوفوا الطريقة. نيجي بقى للمكونات اللي سهلة جدا. عندي هنا 2.5 كوباية دقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة سكر، وهحط عليهم رشة ملح صغيرة حوالي ربع معلقة، حط معاهم كمان معلقة ونص خميرة فورية طبعا، ولازم اقلب المكونات الجافة كلها مع بعض الاول وبعدين نبتدي نحط المكونات السائلة. المكونات السائلة عندي جبت شوية لبن وحطيت عليهم مية ودفتهم شوية على النار عشان اعجن بيهم، ممكن نعجن بمية بس. وهستخدم كمان زبدية واحدة وكمان 3 معالق من زيت عباد الشمس. زيت عباد الشمس ده مهدور حقه ليه مش عارفة. الزيت ده بيخلي العجين طري جدا، واي حاجة عايزاها تبقى العجينة معاكي طرية فيها استخدمي زيت عباد شمس على ضمانتي، هيفرق معاكي جدا جدا وهيطلع العجينة فعلا هشة وطرية وجميلة جدا. هنقلب المكونات الجافة مع بعض وبعدين هبتدي دلوقتي احط الزبادي. ممكن لو حطيت الزبادي استغنى عن اللبن وعجن بمية بس، وممكن لو عايزاها تبقى القيمة بتاعتها اعلى وتبقى كمان اطرى معايا احط شوية لبن على المية. انا ما عجنش بلبن بس، لازم ازوده شوية مية. ده زيت عباد الشمس زي ما اتفقنا، مش هحط الزيت غير في بعد ما لم العجينة شوية. احط الزبادية واقلب وبعدين هحط المية اللي متخففة بشوية لبن وبعدين اعجن. الم الاول بالمعلقة ولما العجينة تتلم هعجن بايدي. المية طبعا على حسب ما العجين او الدقيق بتاعك يحتاج، يعني في عجين الدقيق بيحتاج مية كتير عشان يطرى، وفي دقيق بيبقى مش محتاج. الدقيق ده ما كانش محتاج فانا زودت المية شوية، ولما زادت مني طبعا زودت شوية دقيق تاني حوالي 1/2 كوباية. فطبعا لازم نحط المية بالتدريج، بس انا اصلا عايزة العجينة تكون ملزقة شوية مش عايزاها تكون ناشفة، وده برضو سر تاني من اسرار العجينة عشان تطلعيها طرية لازم تكون العجينة ملزقة معاكي شوية مش ناشفة. لو ما لقيتهاش بتلزق شوية يبقى دي تعرفي انها هتطلع ناشفة معاكي، لازم تكون بتلزق شوية بعد ما تخلصيها خالص وانتي بتحطيها في الطبق عشان تخمر، لازم تكون بتلزق شوية يعني بتلزق من ايدك وتطلع اللي هو ما بتسيبش اثر. طبعا زي ما قلت لكم لقيت اللي محتاج شوية فحطيت شوية دقيق لحد ما ظبطت القوام للقوام اللي انا عايزاه للعجين، زي ما قلت لكم يكون بيلزق بس مش قوي علشان خاطر تطلع طرية. العجينة لو مش بتلزق معاكي شوية وناشفة كده وجامدة تعرفي انها هتنشف منك ومش هتطلع حلو، وانا عايزاها تكون هشة وطرية فعشان كده حبيتها لازم تكون بتلزق كتير، مش كتير قصدي شوية صغيرين. طبعا العجين ده حاجة سهلة بس بتحتاج تجارب كتير قوي وبتحتاج انك تجربي مع نفسك كتير الاول، ممكن مرة تبوظ ممكن مرة ما تنفعش وبعد كده وكمان مرة تبقى كويس.
كويسه، بعد كده تبقي عارفه كويس قوي ازاي تعجني وتعملي بيتزا او معجنات. العجين ده بياخد وقت شويه على ما الواحد بيتعلمه، بيعرف فيه تفاصيل كتير، اللي طلع معايا عجينه ناشفه، اللي طلع معايا عجينه طريه، احط زيت ايه، زيت الزيتون بينشف، طب زيت عباد الشمس بيخلي العجينه طريه، وطبعا كل حاجه وليها طريقتها. انا طبعا حاولت يعني اوريكم انا عجنت قد ايه، انا طبعا جريت الفيديو جدا عشان ما يطولش، انا عجنت حوالي 12 دقيقة. لازم تتعجن كتير جدا، لان لو طبعا عندك عجان يبقى افضل، لكن لو ما فيش يعني يبقى معاكي ربنا بقى، لان بتطول جدا في العجن وبيبقى تاخد وقت يعني عشان اضمن ان اللي هي اتعجنت كويس. ولازم لازم العجن ده تاخد وقتها، حتى طريقة العجين بتاع البيتزا برضو نفس الكلام، تعجنوا بالطريقة دي مش بطريقة العيش عشان ما تنشفش منكم العجينة، لازم بالطريقة دي كده تفردوا وتلموا العجينة طول ما انتوا بتعجنوا، وتحاولوا بطروف يعني بأطراف صوابعكم، مش ما تحاولوش ان انتوا تلتوا فيها زي العجين عشان ما تنشفش زي عجين العيش يعني. بعد كده طبعا بفضل بقى كده، انا قعدت ازود شوية دقيق علشان اربط بس القوام اللي انا عايزاه. بعد كده بقى هنحطها تخمر، انا هخمرها على مرتين، المرة الاولانية كده لوحدها، وبعدين المرة التانية هخمرها بعد ما اكورها واحطها في الصينية. هنفضل بقى كده نجمع فيها لحد لما احسها خلاص لمت معايا ونعمت، وكمان لسه بتلزق بس مش قوي. طبعا هفرش لها شوية دقيق من تحت في أرضية الطبق اللي هحطها فيه عشان تخمر، وبعدين هغطيها برضو من فوق بشوية دقيق كمان، وبعدين هغطيها بسترتش وفوطة واسيبها في مكان دافي تخمر. هتقعد حوالي ساعة او اقل، لان احنا في الحر يعني في الصيف مش هتطول كتير، ممكن تقعد حوالي ساعة الا ربع او حاجة، وبعدين هنخمرها تاني لما نكورها. طبعا زي ما قلت لكم اهتموا جدا بموضوع العجن ده، لازم ياخد وقته علشان خاطر تضمني ان النتيجة تطلع معاكي مظبوطة وكويسة، وكمان العجينة تبقى اخدة راحتها في العجن وما تعذبكيش وانتي بتفرديها. كده خلاص هي انا بقى ده القوام اللي انا عايزاها توصل له، زي ما قلت لكم بتلزق شويه مش كتير بس شويه علشان خاطر طبعا ايه تطلع معايا طريه. وده طبعا لو عايزين العجينه تبقى معاكوا طريه تعملوا الطريقه دي، ان العجينه تبقى بتلزق شويه مش كتير بس كمان ما تبقاش ناشفه. كده خلاص انا فردت بقى في الطبق دقيق، وهحطها واحط على وشها دي واغطيها بستريتش وفوطه بتاعه المطبخ نظيفه، واسيبها ايه على جنب تخمر لحد لما اجهز الحشو اللي هحشي بيه خلية النحل. يجي بقى للحشو، الحشو ممكن اي حاجة يعني، الحشو اي حاجة عندكم. انا استخدمت جبنة فيتا وعليها جبنة لافاش كيري، وكمان كان عندي حتة جبنة موتزاريلا اللي حطيتها. ممكن تستخدموا جبنة براميلي، ممكن تستخدموا جبنة وبسطرمة، ممكن تستخدموا مثلا سوسيس تشوحوه الاول بعدين تحطوه مع الجبنة وبعدين تحشوها، ممكن لحمة مفرومة مع السجق مع الجبنة برضو بتبقى حلوة جدا. بس دي انا جهزتها علشان خاطر الحشوة دي، عشان دي يعني تنفع فطار وعشاء تبقى خفيفة، بتبقى حلوة جدا. بتاخدي كده 2 3 مع كوباية شاي بالصبح، بتبقى حلوة قوي، وبعدين بتبقى خفيفة كمان على المعدة. الحشوات زي ما قلت لكم براحتكم، انا استخدمت الحشوة دي، انتوا ممكن تعملوا اي حشوة انتوا حابينها، ممكن كمان تحطوا جبنة رومي اي حاجة او جبنة شيدر معاها يعني، او تخلطوا مجموعة جبن وتزودوا على اللي انا حطيته ده برضو تمام. انا هعمل بقى ايه، هاخد حتت صغيرة كده بعد ما غمرت واكورها، احشيها بالحشوه واكورها وارصها في صينيه، انا بطنتها بزيت ودقيق زي ما بنبطنها للكيك كده، علشان اضمن ان هي ما تلزقش، وكمان علشان بحب اطلع خليه النحل من الصينيه زي ما هي سليمه يعني، مش كل واحده لوحدها بيبقوا لازقين في بعض وبيبقوا عاملين زي الشبكه كده، بحب احطهم في الطبق كده طبعا عشان كنت اوريها لكم. فده افضل انك تبطني الصينيه بزيت وشويه دقيق، هفضل بقى اكور فيهم كده
احشي واكور وحقول ما تكو... ما يعني ما تكبروش الكوره بتاعه العجين علشان تنفش معاك وتبقى هشه من جوه وما تبقاش مليانه عجين. يعني الكوره تقريبا قد حجم كره البينج بونج كده، مش اكبر من كده، علشان خاطر تنفش معاكوا كويس وتديكوا نتيجه كويسه وتكون هشه وزي القطن من جوه. هفضل بقى احشيها كده لحد ما اخلص الكميه، وزي ما انتوا شايفين العجينه بتلزق شويه في ايدي، وطبعا هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزاها تكون ناشفه عشان تطلع معايا هشه وطريه، ولو فضلت معاكي وعملتي كميه وباتت لتاني يوم او بعدها بيومين تبقى قاعده معاكي طريه زي كانك لسه عاملاها. برص بقى كده الصف كله داير ما يدور الصينيه، وبعدين صف اصغر وبعدين اصغر، دواير كده جوه بعض علشان خاطر تطلع لي شكل خليه النحل. ده شكلها كده بعد ما خلصت، حطيتها في فوطه وسبتها تخمر ربع ساعه، وده شكلها بعد ما خمرت بعد ربع ساعه. شوف لزقت في بعض ازاي، انا عايزاها تبقى كده. عندي هنا بيضه وشويه لبن وشويه ميه، حطيتهم في طبق وخفقتهم كده بالشوكه، وبعدين هجيب الفرشه وهدهن وش العجين كده بالبيض واللبن. وبعدين عندي بقى سمسم وحبه البركه اللي بتفضلوه، لو مش عايزين تحطوا على وشها حاجه براحتكم، ممكن تدهنوا كده بس وخلاص، ما ترشوش عليها اي حاجه. ممكن كمان ترش على وشها زعتر، ممكن ترش على وشها ريحان. انا حطيت مع خلطه الجبن بتاعتي شويه ريحان، ممكن برضو تستغنوا عنهم براحتكم خالص. انا بقى هدهن كويس جدا الوش عشان لما احط حبه البركه والسمسم يثبتوا على وش العجين ما يقعوش مني. جربت ان ادهن زيت قبل كده واحط السمسم وحبه البركه، ما ثبتش خالص بصراحه، والزيت عامه لما بدهنه على وش العجين بينشفه مش بيخليه طري، فالافضل كده لان انا جربت كذا طريقه بصراحه، فكل واحد طبعا حسب ما بيحب، بس الافضل احنا دهنها بيض ولبن معهم شويه ميه، وهتديكي نتيجه جميله ووشهم هيبقى ذهبي وشكلهم حلو جدا. بعد شويه كده حوالي ربع ساعه، هي ما بتطولش في الفرن، يا دوبك تاخد لون ذهبي بس من تحت ومن فوق. هنطلعها بقى كده من الفرن، طبعا انا دخلتها الفرن كان سخن جدا وحطيتها على الشبكه. وبعدين اول ما تطلع بقى عشان تفضل معاكي طريه، هجيب فوطه مطبخ وهنديها شويه ميه كده، وهروح مغطيها حوالي 10 دقايق. ده هيحافظ لك على العجين يفضل طري اطول فتره ممكنه، ده مش بس في خليه النحل، ده في اي حاجه بتعمليها فيها عجين، سواء بيتزا او معجنات او جلاش او اي حاجه. وده شكلها بعد ما طلعتها في الطبق بعد ما بردت شويه وبقت دافيه حبه كده، وبعدين شلت من على وشها الفوطه زي ما قلت لكم، ونديتها بشويه ميه الفوطه قبل ما احطها عليها عشان تسيبها لي طريه. طبعا ان شاء الله لما تجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا وهتحبوها وهتدعوا لي باذن الله. بصوا طريه ازاي وزي القطن، وتحفه جدا، ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم. شكرا ليكم والسلام عليكم.